السلام عليكم، يعطيكم الف عافيه حبايبي. هنا حبايبي زي ما انتم شايفين بسوي هذا، ناس يقولوا له ملوح، ناس يقولوا له لحوح. ثلاجه طبعا، في منه يجي ابيض ومنه يجي اصفر، شايفينه؟ هذا هو، ناس يقولوا له ملوح وناس يقولوا له لحوح. فانا بقطعه زي ما انتم شايفين بهذه الطريقه، اوريكم الطريقه اللي انا استخدمها. هنا طبعا كراث وبصل اخضر، فرمتهم زي ما انتم شايفينهم، فرمتهم، حطوا اكثر من النص طبعا بهالطريقه، واخلطهم مع بعض. طبعا عندي هنا انا طحنت كمون وفلفل اسود وملح مع الثوم، عليه لبن، اي نوع لبن انت تحتاجون، شايفين الكمية اللي تشربها انه هو يشرب، شايفين؟ طبعا ناس يحبونه بارد وناس لا يدفوا يسووا دافي، ما نحتاج الا لبن زيادة. بسم الله. طبعا تحطوا على الكمية اللي انتو تحتاجونها. ممكن نبدأ نحط في الوجه فلفل اسود، شايفين؟ كمون، ونحط كمان اللي احنا حطينا بصل اخضر، كزبرة كمان، هذه هي. زي ما تشايفين يا حبايبي، نقوم ناخذ منها هالشكل. شايفين الصمار هذا الشكل؟ وفي ناس ممكن يحطوا عليها بابريكا، ناس يحطوا شوية ممكن دبس الرمان. أوريكم هي بهذا الشكل. يلا نذوب. بسم الله. جربوها ان شاء الله حتحبوها. حتى طبعا مكوناتها حتكون في صندوق الوصف اسفل الفيديو. لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس، ودمتم سالمين من مطبخ حلو. في امان الله. باي باي.